قيل، وأغلب الروايات التي وردت عندنا في مسألة واقعة الطف تحتاج علما إلى تأملات. لذلك بعض الكلمات اللي نسمعها من هنا وهناك، أنا قبل أيام سمعت أحد الخطباء يقول بأنه هنالك طفل غير عبد الله الرضيع المنجد قتل أيضا في المعركة، مع أنه عبد الله رضيع رضوان الله تعالى عليه مختلف فيه، موجود أو غير موجود في الكتب التاريخية. الله يعلم، البارحة أنا أقرأ كتاب لأحد كبار العلماء في التاريخ، شيخ يوسف الغروي من كبار المؤرخين عندنا، يلقي الرواية يقول بأن كفي العباس قطعتا بعد المعركة. هاي شلون؟ أصلا من تقرأ في تاريخ الإمام الحسين في بعض الكتب في قضية أعداد أصحاب الأئمة، وطبعا هذا ما يهز العقيدة، معرفة العقيدة لا تعني شنو إسقاطها من الناس. يعني هو العقيدة حتى ترسخ بالناس لازم أجلكم الله نكذب يعني؟ مثلا قضايا واضحة لا ينكر ناكر مهما كان، حتى ولو كان، واعتبار أن مجرد البحث في هذا الموروث التاريخي هذا يهز المذهب. والله هم لا يعرفون قيمة المذهب. إيش هالمذهب اللي ينهز بمناقشة تفصيل تاريخي؟ المذهب أقوى من ذلك. لا تزعزع العقيدة في نفوس الناس. الله أكبر، وإيش هالعقيدة اللي تتزعزع بمناقشة حدث تاريخي؟ هذه عقيدة هشة يعني؟ أنتوا رأيكم عقيدتكم هالشكل هشة؟ تتزعزع لمناقشة بعض الأحداث والحكايات التاريخية؟ هذا إرهاب فكري، هذا ممارسة للوصاية على أفكار الناس وأذهان الناس، وهذا تجاوز للأخلاق في التعامل داخل مجتمع المؤمنين. اتهام النوايا والتشهير بالأشخاص والتشكيك في أديانهم والنيل منهم والتعدي عليهم لا لشيء إلا لأنهم ناقشوا في قضية تاريخية أو في حادثة تاريخية. يتم التهويل ويتم التضخيم وكأن هذه الحادثة وهذه القضية هي أساس وأصل المذهب. نعتقد أن المجتمع أصبح أوعى من هذه المحاولات. فالخطيب على المنبر رحمة الله عليه هو توفى، فقال إن انفرط عقد الزهراء حينما لطموها قطعت قلادتها. فبعدين يجينا بعد من نعي سيد الشهيد قال له لا أوقف ما تكمل. الزهراء من قال لك عندها قلادة؟ هي بليلة زفافها نامت على صوفات ووسادة من الرمل، منين جابت هاي القلادة؟ من اللؤلؤ. الزهراء شيخنا لا تحكي شيء انت ما تعرفه، لا تحكي شيء انت ما تعرفه. وقالها في خطبة الجمعة، قال اي شاعر واي رادود بعد ما يكتب قصيدة بس طموه بالتراب، شو سوى بعد؟ لف الموت لف. اي رادود اي قارئ بعد ما يقرأ قصيدة على الحسين الا يعرضها على الحوزة، اذا وافقت الحوزة واعتبرتها شرعية تقرونها على الوادي. شوف الوادي عالج الموقف من ايش وقت. ولهذا وصيتي للجميع عندما يصعد أي منبري وخطيب، مع كل احترامنا لمن يحقق في هذه المسائل، إذا تكلم واقعا وسط المجلس قفوا وقولوا له ما هو مصدرك، حتى نتخلص من مثل هذه الكلمات ومن مثل هذه الدعاوى التي لا أساس علمية لها. هسه تقولون سيدنا ما يخلونا في وسط المجلس مباشرة، أول ما ينزل من المجلس أيها الناس لحفظ كرامة القضية الحسينية ولحفظ قدسية هذه القضية لابد أن يعرف الخطيب من أين يقول هذا الكلام. القضية مولانا مو سهلة، دي يتكلم عن عائلته وعشيرته حتى أقول لا يهم، دي يتكلم عن لعله من أقدس مقدسات مدرسة أهل البيت، دي يتكلم عنها. فهو دي يسيء من حيث يشعر أنه شنو؟ ها؟ من حيث أنه يصلح، ولكن هو دي يصلح دي يسيء مولانا؟ بتعبير النص القرآني بشكل واضح عزيزة أعزائي، صريح بعد الآية في أول سورة
بقرة عزائي، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه القضية الحسينية لابد أن تحفظ عزائي. هسه الآن ما أريد أدخل في البحث العقلي، المنهج العقلي مع الفاضل الدربندي ولا نريد أن نقف عند المسموعات. في النتيجة هناك مجموعة من المسموعات لنرى أن هذه المسموعات التي نقلها هل يمكن الاعتماد عليها أو لا. إن شاء الله.